تفضلي توليب خانم، كنت عم حضر الفطور ولهيك تأخرت. بالأول لازم خلص هالشغلة. انزلي خبري البنات يجوا لعندي هلأ. ماشي. صباح الخير توليب خانم. صباح النور. أنا حابة أحكي معك شوي. بعدين مو هلأ، في عندي قصة بدي إنهيها. الموضوع بخصوص جوري وجهاد. أحكي فورا. حكينا أنا وجهاد شوي، بيعرف إنه رح تقلعي جوري من هون. إيه مزبوط، رح أقلعه ولازم يتعود على هالحالة، هنن ما خلوا لي خيار تاني. جهاد عم يفكر يعرض عليها الزواج. أنا حاولت حاكي وأقنعه بس ما رد علي، قال إذا تزوج جوري ممكن تعيش معه فوق. جهاد؟ أختي بدي أقول لك شغلة. شكرا لك توليب، أنا كتير مبسوط منك لأنك ما قلعتيهم. إيه حياتي، كرمالك أنت، بس لازم نعمل اتفاق أنا وياك. إذا صار أي شيء أو رجعوا غلطوا معنا، ما بدي إياك تزعل وتصرخ، ولازم ترضى بأي شيء بعمله. رح تترك لي القرار لإلي. صدقني أنا واثقة فيك يا روحي. خاطرك كبير عندي لدرجة إنه غيرت رأيي كرمالك. بس أنت كمان لازم توثق فيني. واثق فيك تولي. معناتها فينا نقول اتفقنا؟ تمام. اتفقنا. يا حياتي انت يا جهاد. انت اخي وملاكي الحارس كمان. شوفي لشو الضحك؟ الروج تبعي طبع على خدك. لك ليش هيك عملتي؟ صحي ما بدي ضل على خدي. طيب خلص احشلك ياها. صحي انت مديون بشكر للأنسة الحلوة نور. انا ليش مديون للأنسة نور بشكر يعني؟ هي كان لها دور ولو صغير بتغيير رأيي. هي اللي شرحت لي قديش رح تزعل إذا قلعت جوري وأهلها، وترجتني فكر مرة تانية بقراري. عن جد أنت بتهمها لنور كتير. توليب خانم، عمر بيك قاعد بالصالون. تمام. ممكن تخبري أني ناطرته بغرفتي؟ ماشي. خالدة قولي لجوري تجي لعندي. طيب. لازم امشي. تمام. في شي على خدي؟ شو ما نسيت القصة؟ خلص راحت. لحظة، فينا نفكه لهاد الزر لأنه أنا اختنقت عنك. ورجيني. يا عيني يا عيني، شو هالأناقة هاي؟ شو هالحلو هاد؟ خجلتيني.